السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد وقصة مهمة جدا راح نستعرضها بكلام من المستبصر الأخ عاقل وناقل الذي يقول: كنت ناصبي أكثر من طه الدليمي وكنت سلفي أكثر من عثمان الخميس. الأخ كويتي مستبصر لنور محمد وآل محمد، هذه قناته. قبل أن يعني تذهبوا إلى قناته، أولا اسمعوا إلى كلامه واسمعوا إلى المعلومات التي سيبينها حتى تعرفوا إن شاء الله القناة التي ستشتركون بها. لكن الآن نتوجه مباشرة إلى كلامه والذي فيه بعض من المقتطفات: كنت ناصبي أكثر من طه الدليمي، سلفي أكثر من عثمان الخميس. يقول الذي تسمعون بأننا نحن كوهابية سلفية نحب أهل البيت عليهم السلام، هذا كذب وافتراء. أنا كشخص كنت على المذهب الوهابي وعلى دين ابن تيمية، لم أكن يعني من الذين يرتاحون عندما تنذكر فضيلة واحدة للإمام علي عليه السلام. كنت أنظر لليهود على أنهم يهود أو يعني قريب بأنه أصدق يهودي ولا أصدق شيء. لا أريد أن أحرق أكثر لأن الكلام مهم جدا من هذا الأخ الفاضل عاقل وناقل، الأخ الكويتي الذي أكررها للمرة الثالثة: كان ناصبي أكثر من طه الدليمي وكان سلفي أكثر من عثمان الخميس. نستمع ونعقب فخليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن سنقدم للأخ والأستاذ عاقل وناقل لإعلان استبصاره، وسنبدأ في بعض الأسئلة إن شاء الله. السلام عليكم أخونا الكريم عاقل وناقل، تسمعني إن شاء الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليك وعلى من حولك إن شاء الله، ومن ثاني اسم إلى آخر اسم الله يحشرنا مع النبي وآله الطيبين الطاهرين. تفضل تفضل مولانا. حياك الله. أنا أريدك أول شيء أنك إذا تقدر تعرفنا على نفسك بالقدر، بدون يعني ذكر أسماء وبدون ذكر أي أمور شخصية. أريد يعني حتى أعرف، لأنه إحنا قلنا في الإعلان أنك كنت ناصبيا ومن أتباع عثمان الخميس. عرفنا على بطريقتك براحتك، يعني بما أنت تراه مريحا إن شاء الله. أول شيء حتى الإخوة يعرفون من الأخ إن شاء الله، تفضل. أنا أقول يعني أمامي عهد الله سبحانه وتعالى، وأنا أقول كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني الإنسان يجب عليه أن يتكلم ويعلم بأن عليه رقيب وحسيب، والله سبحانه وتعالى يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فالإنسان يكون مسؤولا عما يقول، ليس في الدنيا بحسب بل في الآخرة أيضا، بل أيضا في البرزخ. وكما تعلم أن الحياة الدنيوية لا تساوي إلا أقل من 1%، بل 1 المليار من حياته الأخروية في القبر البرزخية. فأنا أقول أمام الناس سبحانه، يعني أمام الناس وأمام رب الناس سبحانه وتعالى، أشهد بالله عز وجل والله وتالله وبالله أني كنت ناصبيا، والله العظيم قسما بالله كنت لا أحب أن أذكر أهل البيت، والله لا أحب. وكنت أشتم يعني أشتمهم شتما شديدا فظيعا، حتى بعض الناس كانوا يكلمونني يقول: لا مو إلى هالدرجة، انطر مهما كان علي بن أبي طالب كرابع الخلفاء وكذا وكذا. فعموما أنا كنت من أشد المعجبين بالسلفية، ولا سيما شيخ السلفية الآن عثمان الخميس، وكنت أقرأ كتبه حق ابن التاريخ وكشف الجاني محمد التيجاني، وأيضا كتاب الآخر المدعو موسى الموسوي بكتابه المسمى المدعو بين الشيعة والتصحيح، فكنت أقرأ هذه الكتب. فطبعا كنت صغيرا ذاك الوقت. المهم أول انتقال لي فكريا، أول تغيير في التفكير كان كتاب تعرفونه كلكم، حياة الصحابة الكندهلوي. هو كان كتاب بسيط يعني لم يكن مجلدات، الطبعات القديمة مجلدين والجديدة تكون طبعة واحدة. فالمهم أني تصفحت هذا الكتاب، فتطلعت إلى هجرة الصحابة. فعندما وقفت إلى هجرة علي، يعني كما يقال
أصابتني الدهشة، لأن العلم أو المعلومة التي أخذتها أن عليا أعطى الأمانات إلى كفار قريش ثم ذهب بنفسه من مكة إلى المدينة. فأنا هنا استغربت شوية، قلت الآن أن أبا بكر بل النبي صلوات الله عليه وآله وسلم وأبو بكر كان مع الأريقط، وهم ثلاث رجال يعني أعمارهم فوق 40 سنة، ومع ذلك احتاجوا إلى أريقط يدليهم الطريق من مكة إلى المدينة، لا سيما أن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم كان يسافر، كان يهاجر هو أبو بكر، أتكلم في الجاهلية. أما الإمام علي فكان صغيرا في السن، كان أقل منهم 20 سنة، ولم يكن يسافر كثيرا، فقلت كيف له أن يسافر؟ فذهبت أنا إلى شخص من الشيعة، قال فقال لي نعم، هو أخذ فاطمة بنت النبي صلوات الله عليه وآله وأخذ أمه وسلم الأمانات فذهب إلى المدينة المنورة. فأنا قلت من الداخل لا أصدق الشيعي، قد أصدق اليهودي لكن ليس الشيعي والله. فذهبت إلى كم سلفي، قال نعم. فأنا هنا استغربت، قلت الآن الإمام علي بنفسه ذهب، يعني هذا الأمر يحتاج إلى شجاعة ويحتاج إلى جرأة ويحتاج إلى أمانة، لماذا النبي صلوات الله عليه وآله وسلم لم يأخذ عليا معه والأريقط وجعل أبا بكر ينام في فراشه ويجعله يسلم الأمانات؟ ما المشكلة؟ فقلت هذه إما أن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم كان يثق في علي بن أبي طالب ثقة أكثر من أبي بكر، أو أنه لا يعرف من يختار، فهذا محال. فهنا قلت لا، الناس ظلموا عليا لأنهم دائما يدندنون ويذكرون وكما يقال في اللهجة يطنطنون في مسألة الهجرة، هجرة أبي بكر مع النبي صلوات الله عليه وآله وسلم. وقلت لم يفعل شيء، هو أصلا لم يفعل شيء بكر في الهجرة، ففعل بأمرين فقط لا ثالث لهما، أول شيء أنه كان يحزن والنبي نهى، والأمر الثاني بأنه كتب الكتاب لسراقة بن مالك فقط، بينما الإمام علي العكس طحى بنفسه وجازف بنفسه وهو مطمئن في فراش النبي، ثم أرجع الأمانات إلى قريش، ثم أخذ بنت سيد الناس وأمه وبنفسه ذهب من مكة إلى المدينة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أنا أدركته، قلت يجب علي أن أقرأ الكتب، ففتحت الكتب كلها، يعني أنا اشتريت كتب مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند بن راهوي، مصنف ابن أبي شيبة، مسند أحمد بن حنبل، مسند الطيالسي، مسند الشافعي، في واحد بس سقط المايك عنه، وكتاب موطأ مالك بن أنس، وكتاب أبي داود السجستاني، تصفحت الكتب والمسانيد وأيضا التفاسير، وجدت شيئا واحدا، وجدت بأن هناك موارد ومواقف أبو بكر وعمر لم ينجح فيها، لم ينجح لا أبو بكر ولا عمر، بينما نجح فيها الإمام علي بن أبي طالب. أولها، ولا أتكلم من ناحية زمنية، أتكلم كنقاط، أولا من ناحية خطبة الزهراء عليه السلام، أبو بكر وعمر ذهبا لكي يخطبا يتزوجا من فاطمة النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، لكن النبي رفض، لكن أعطاها إلى علي. قلت هذا أمر واحد. قلت الأمر الثاني، وجدت في صحيح البخاري بأن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم أعطى الراية إلى علي بن أبي طالب، ففتحت بعض الكتب فوجدت أن النبي صلوات الله عليه وآله قد أعطاها لأبي بكر وعمر لكنهما فشلا. فقلت هذه ثاني نقطة، أن بكر وعمر أكثر من، يعني فوق أنهما قد ردا من خطة الزهراء أيضا في حديث الراية، قلت هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من الأمور التي أنا تصفحتها هو حديث خاصف النعل، وجدت أيضا أن بكر وعمر قال نحن يا رسول الله، قال لا بل هو علي بن أبي طالب. قلت الله أكبر، الآن النبي لم يعطيها لأبي بكر، أو رفضها من أبي بكر، أو أبو بكر لم يكن فالحا أو ناجحا في الخطبة وفي الراية وفي خاصف النعل، والرابع في مسألة تبليغ سورة براءة أعطاها لأبي بكر، فنزل الوحي قال لا يبلغ هذه الرواية أو هذه الآية إلا أنت أو رجل منك. فقلت بعد هذه الموارد الأربع اتضح لي بأن الإمام علي بن أبي طالب كانت له من الفضائل الجمة لم يعطيها لأبي بكر، بل أبي بكر كان يريدها، فهذا يعطي نوع من الإيحاء، نوع من الرسالة الضمنية بأن الإمام علي أفضل من أبي بكر. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، أنا وجدت بأن موقف الإمام علي في المعارك
كمعركة مثلا أحد أو بدر أو الخندق أو حنين، كانت مواقفه أكثر بسالة من باقي أصحاب النبي صلوات الله عليه وسلم. فقلت عجيب أمره، الآن هو إنسان يجمع بين القربة وبين الصحبة وبين التربية وبين الشجاعة وبين النصرة، وهذه الفضائل. إذن لماذا نحن نفضل أبا بكر على الإمام علي بن أبي طالب؟ هذا يعتبر نوع من المفارقة الغريبة العجيبة. الأمر الخامس، أنا هنا لاحظوني بس دققت في أمر جدا جدا خطير. الأمر الأول هو النبي صلوات الله عليه وسلم أمر أصحابه خصوصا والأمة عموما بالقول لا تتدابروا ولا تتحاسدوا ولا تتباغضوا، بالألف تتباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. قلت لما يأتي الأمر بين الصحابي وصحابي النبي يقول لا تتباغضوا بالألف، معناها في اللغة التباغض يختلف عن البغض. التباغض هو إظهار البغض سواء بالشجب، سواء كان أن الشخص يكون عبوس، سواء الشخص يكون متكبر، هذا هو التباغض. بينما عندما يصل إلى الإمام علي ماذا وجدنا؟ أنه قال لا يحب علي إلا مؤمن ولا يبغضه، وليس لا يباغضه. فعلمت الآن بأن ليس فقط تباغض علي يعتبر نفاق، بل بغضه. بمعنى لو شخص كان يتظاهر بمحبته وكان يصلي ويصوم، لكنه من الداخل كان يكون الكره الداخلي له يعتبر منافق. فقلت معنى ذلك أن الإمام علي فوق موازين الصحابة، لأن النبي قال للصحابة لا تتباغضوا، بينما قال لعلي لا يبغضه إلا منافق. هذا الأمر الأول. عندما فتحت أنا أيضا صحيح مسلم وصحيح البخاري وجدت هذه الرواية أيضا في الأنصار، عندما قال الله، عندما قال النبي حسب الرواية لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فقلت الله أكبر، الإمام علي وحده في كفة والأنصار كلهم في كفة، واحد من الاثنين، يا أن الأنصار كان وزنهم خفيف إلى درجة أنهم يتعادلون مع الإمام علي، أو كان الإمام علي له الوزن الثقيل بأنه يعادل وحده جميع الأنصار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا وجدت بأن الأنصار أنفسهم نفسهم كانوا يقولون ما كنا لنعرف منافقي الأنصار إلا ببغضهم لعلي بن أبي طالب. فهذا يعني أن الإمام علي كان محورا وكان فاصلا أدق من الأنصار، لأن الأنصار قد يكون فيهم الصالح وقد يكون فيهم الطالح. هذا الأمر الأول. الثاني، جابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وهو أيضا من الأنصار كان يقولان ما كنا نعرف منافقين إلا ببغض علي. فأنا رأيت بأن هذا الأمر يعني يزداد إعجابي وتصوير الإمام علي. ناهيك عن حديث الراية، قلت والراية، حديث الغدير، حديث المنزلة، عندما فتحت القرآن قلت أريد أن أعرف منازل هارون عليه السلام، فعرفت بأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الصراط المستقيم وأعطاه الكتاب المستبين وأعطاه أيضا اجعل لي وزيرا من أخي. قلت الله أكبر، هذه الأمور كلها أعطاها النبي، أعطاها الله عز وجل لهارون، فمن البديهي أن الله عز وجل يعطيها للإمام علي بن أبي طالب، ليس فقط لأن الإمام علي يعتبر من أجلاء الصحابة، بل أيضا لأن النبي صلوات الله عليه أفضل من موسى عليه السلام. فهذا باختصار، وأنا أريد اختصار وليس التفصيل. فعموما عندما أنا وجدت رواية في كتاب القرطبي أنه قال وقد روي من أوجه شدة، من أوجه عدة، بأن الإمام علي حين توفى رسول الله كان يعتقد أن الأمر له. فأنا عرفت بأن بعض العلماء أهل السنة كانوا يعتقدون بأن الإمام علي كان يعتقد بأن أولى بالقلات من أبي بكر، وهذا ليس بكلام الشيعة بل كلام السنة. هذا الذي نقل تفكير تدريجيا. تفضل السؤال الثاني منك يا مولانا، تفضل. حياك الله، أحسنتم وأجدتم. يعني ما فهمت منك أنك بعد النصب بقراءتك لفضائل الإمام علي عليه السلام بدأ فيك تغيير من ناحية الإمام علي، وبدت هناك أسئلة وشكوك تطرح، فانتقلت إلى مرحلة أخرى من حياتك، يعني على الأقل الخروج من النصب. يعني هل هذا صحيح مولانا حتى أسترسل في؟ نعم صحيح، بداية صحيح، تفضل. صحيح بداية صحيح.
جميل. أنا سؤال أريد أن أطرحه هو بعد هذه المرحلة، بعد هذه المرحلة بأنك مرحلة الشكوك ومرحلة البحث فوجدت الكثير من الفضائل، هل أستخلص من الكلام أن قبل ما تعرف الإمام علي عليه السلام أنه كان يتم يعني لا 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 يخبئون مثلا عليكم كل ما هو صلة بأهل البيت وعلي بن أبي طالب، أو هناك تدليس أو شيء من هذه، أو التكتم على الحقائق؟ يعني هل هذا صحيح أخونا الكريم؟ نعم هذا صحيح. الذي أنا استنبطته واستنتجته عن طريق الخبرات أن الإمام علي فضائله انقسمت قسمين، القسم الأول هو تضعيف الأمر الصحيح، والقسم الثاني هو تصغير وتحجيم الفضائل الصحيحة من الصحيحين. هناك فضائل عديدة له من الصحيحين، مثلا أنت وأنا منك، وهذه أصلا تعتبر ميزة بل فضيلة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك رؤوف رحيم. فالمنة تعتبر أعلى درجات الاتباع. النبي قال: أنت مني وأنا منك، لم يقل هذا الأمر حسب الكتب السنية إلا في أربع: في علي، في الحسن، في الحسين، وفي جليبيب. وجليبيب مات قبل وفاة النبي صلوات الله عليه وسلم. فمن الذي عمر بعد النبي الذي قال فيه أنت مني وأنا منك؟ لم يقلها إلا في علي والحسن والحسين، عرفت؟ فقلت بأن علي والحسن والحسين كانوا على نور واحد. المنة هذه فقط للوقت أريد أسألك السؤال التالي، يعني بعد هذه المرحلة، يعني بعد مرحلة البحث وبعد مرحلة أنك وجدت حقائق يعني كانت تعتبر مخبأة ودلسوا عليك، ما هي المرحلة التالية، المرحلة التي بعدها؟ يعني راح ستكون يعني تذهب بعد مرحلة شكوك، يعني هل دخلت مباشرة في مرحلة التشيع والاقتناع بما يقوله الشيعة؟ هل سألت بعض الشيعة؟ هل بدأت مثلا تتحدث مع الشيعة في بحثك؟ هذه إذا بطالب الله أكبر. أنا الآن قرأت تأثرت، ألا تتأثرون بمن أوتي بجوامع الكلم؟ يعني ألا يعني الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. الداعي إلى الله، السراج المنير، البشير الذي أرسل رحمة للعالمين، هذا الذي يقول في علي إنه كذا، وقال في علي إنه كذا، وقال علي بأنه ذلك، وقال علي بأنه تلك. أنت الآن تتجرأ وترفع السراج أمام لكي تقتله؟ ثانيا جعلني أنتقل، تفضل. يعني كيف، أين كانت مرحلة الانتقال؟ يعني كيف يعني المرحلة التي حقا قلت الآن أنا أصبحت رافضي؟ هل ذهبت إلى الترفض في بداية الأمر، أو ذهبت إلى شيء آخر، أو يعني هذا الذي أريد أن أعرفه، يعني كيف الانتقال؟ هل سؤال آخر أيضا يعني إذا تجمعه وتختصر فيه، هل كان مثلا لعثمان الخميس أثر في تشيعك؟ هل السلفية وتدليساتهم هل كانت لها أثر في استبصارك مثلا؟ تفضل. هو من ناحية السلفية هم يعني دائما، الإجابة نعم، هم دائما يطعنون في الشيعة، في الرافضة يطعنون فيهم. أنا قلت لهم بعد لاحقا، قلت: لماذا لا نطعن بالنواصب؟ لأن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم في موارد عديدة أمرنا بمحبة أهل البيت والإحسان إليهم. يعني منطقيا
النبي لم يأمر أهل البيت بالمراعاة بالنسبة للصحابة، بل أمر الصحابة بمداراة أهل البيت، فأهل البيت أهل بالمداراة. فالآن أصبح للصحابة عداوة وأصبح للأهل البيت عداوة، اللي هم النواصب. لماذا لا نركز أيضا على النواصب؟ لم أجد أي شيء. فهذه الأمور يعني جاءت طامة علي، فقلت لك الآن بأن أول شيء الفضائل، ثانيا المعارك، ثالثا من ناحية البغض، فرابعا من ناحية الخلافة. فقلت الآن بما أن الخلافة هي أول وأجسم وأقوم يعني خلاف بين السنة والشيعة، قلت خلاص. بعدها التفت إلى العصمة، ما العصمة، فبعدها تدريجيا استبصرت. فتفضل لك المايك، تفضل. بس مولانا، بس أنا أريد أفهم تدريجيا، أريد أفهم هذه التدريجية. هل مثلا كان لشيعة محمد وآل محمد مثلا أثر أو مساعدة أو مثلا مناظرة أو هناك مثلا حوارات يعني أقمتها؟ هل هناك مثلا يعني من الإخوة مثلا الأساتذة المعروفين يعني كان لهم لك عندك أثر يعني في 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 تحولك، مثل الأستاذ عقيل، وأساتذة كثيرون موجودين على على البالتوك وعلى اليوتيوب وكثيرين يعني مثل لا هو عموما الكتاب الذي أثر فيني كثيرا هو كتاب معالم المدرستين للعسكري، وأيضا كتاب ليالي بشاور للموسوي. هذين الكتابين أيضا يعني كان أثرا كبيرا كثيرا. ليالي بشاور الشيرازي، أي نعم، الشيرازي الموسوي. فهذا الكتاب والله قليل قرأته من زمان. نعم، كانت لها تأثير يعني منير يعني كبير بالنسبة لي. فبعدها طبعا قرأت كتاب المراجعات، لكن كتاب المراجعات يعني مع كل احترامي ليسمونه الكاتب، والله نسيت اسمه، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، شرف الدين الموسوي، يعني انه الا انه كان من الجماع، يعني كان اقرب الى الحاطب ليل من المحقق. لكن عموما كافكار كانت صحيحه، هي الحقيقه. فبعدها يعني ذهبت الى، لم أعترف بعدالة الصحابة، خصوصا أن كلمة عدالة وكلمة الصحابة لم تكن لا في الكتاب ولا في السنة. فبعدها تدريجيا شيئا فشيئا استبصرت. حياكم الله من جديد. أولا نذكر بأن هذه قناة الأخ عاقل وناقل، وللأسف الشديد، للأسف الشديد أن قناة الأخ يعني تحذر بين فترة وفترة، وكأنما هذا الأخ يمثل رعب خاصة لوليد إسماعيل، دائما ما يبلغ على قناته. فأقول هذه هي قناته، وهذه يعني إن صحت العبارة نتاج العلمي يجعل بهذه القناة بالرد على الوهابية. من الأمور المهمة أخواني، لاحظنا أن الإمام علي عليه السلام، هذا اقتباس رائع، أولا يقول اجتمعت فيه كل الصفات، أولا القربة، ثانيا الصحبة، ثالثا الشجاعة، رابعا التربية، رباه تربى مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا النصرة. فلما تجمع هذه الصفات بشخص واحد، لماذا أفضل عليه شخص آخر؟ يعني اليوم أنت مثلا كيميائي قدير وبارع ولديك نتاج علمي جدا 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 كبير، وبنفس الوقت أنت كريم، وبنفس الوقت أنت من أسرة يعني عريقة ولديها تاريخ ولديها صيت، وأنت شخص تمتلك ما تمتلك من المال، وأنت شخص تمتلك ما تمتلك مثل ما قلت من الشجاعة. ليش أترك كل هذه الصفات بشخصية واحدة وأذهب شخص من الممكن أنه يمتلك مال لكنه لا يمتلك العلم الذي أتعلمه أو أمتلكه أو يمتلك ذلك العالم، أو يمتلك شيء آخر لكن لا يمتلك كل الصفات مجتمعة؟ لماذا أذهب إلى يعني انسلمنا اخواني اخواتي انسلمنا ان الذين استبدلوهم بالامام علي عليه السلام يمتلكون ولو صفه واحده موجوده عند الامام علي عليه السلام، لكن انسلمنا جدلا فيبقى الامام علي عليه السلام هو الافضل كونه اجتمعت فيه كل الصفات. من الامور اللي خلتني انه اركز بكلام الاخ اكثر واكثر، اولا كملاحظه اني سبق ان نشرت هذا المقطع، سبق ان نشرته، لكن الفائده قبل سنه ونص تقريبا كان عندي 30 او 20 الف مشترك، لكن أريد بقناة خواطر فكرية أن يكون صدى أكبر لقناة أو لكلام هذا الأخ الفاضل عاقل وناقل. ما استوقفني هو يقول
أصدق بيهودي ولا أصدق بشيعي. وهذه نقطة مهمة تبين لكم أن التدشيل الإعلامي الذي يعانيه الأخوة من أهل السنة والجماعة ومن المخالفين هو تغييب إعلامي كبير جدا. يقول أيضا أن استبصاري جاء بعد البحث وبعد العلم وبعد القراءة وبعد الاطلاع. إذا نبارك له هذه القصة، وأشير إن شاء الله سيكون هناك جزء ثاني يتكلم به الأخ عن موضوع يخص زواج المتعة، موضوع مهم جدا حبيت أن أقتطعه وأنشره بشكل مستقل حتى تكون به الفائدة إن شاء الله. نبارك أو نكرر المباركة للأخ على استبصاره، وأدعوكم مجددا إلى الاشتراك بقناته، وانتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة أخواني أخواتي. إلى ذلك الحين انتظرونا، خدمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.